السؤال التاني معلش بس يعني، وهي بتضم هي اللي هي الجدة تعتبر من الأخوك يعني؟ ها تعتبر من الأخوك؟ يعني ايه تؤذي جدتك؟ آه لا يجوز لك ان تؤذيها، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. لا يعني من الأخوك، هل تدخل في الأخوك؟ دخل في حقوق الجدة يعني مع ام الام. آه مع السلامة حبيبي.